تحياتي. طرح الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية، وصرف كمية من الدقيق المدعم شهريا للفرد، وكذلك زيادة معدلات ضخ اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية. مجموعة من الإجراءات الجديدة اتخذتها الدولة المصرية مؤخرا بشأن السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين، وخاصة فيما يتعلق بالخبز المدعم. فدعونا نتابع مع حضراتكم آخر التطورات والأخبار في هذا الشأن من خلال هذه التغطية. يعتبر الخبز من السلع الغذائية الرئيسية ويمثل العنصر الأساسي في الوجبات الغذائية لجميع طبقات وفئات الشعب المصري، لذلك اتخذت الدولة المصرية بعض الإجراءات الجديدة بشأن هذه السلعة الأساسية. وأكد الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تجري دراسة للطرح الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية وغير المستفيدين من منظومة الدعم بسعر التكلفة وهو 125 قرشا للرغيف. ويأتي هذا في إطار الحرص على توفير الخبز لكل الفئات، مع استمرار صرف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات بسعر 20 قرشا للرغيف. وقال إنه تم صرف ما يقرب من 291 مليون رغيف خبز مدعم لأصحاب البطاقات التموينية في أول يوم لتطبيق بيع الرغيف بسعر 20 قرشا أمس، مع انتظام عمل المخابز على مستوى جميع محافظات الجمهورية في إنتاج الخبز وصرفه لأصحاب البطاقات التموينية. كما أكد أن حصة الفرد من الخبز المدعم على بطاقة التموين ثابتة وهي 5 أرغفة يوميا بما يعادل 150 رغيفا شهريا، ويستفيد من منظومة الخبز المدعم ما يقرب من 71 مليون مواطن. وتصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية 10 كيلو دقيق مدعم شهريا بسعر 30 جنيها للفرد المقيد على بطاقة التموين كبديل عن الخبز المدعم لمن يريد الحصول على الدقيق، خاصة في المناطق التي يتواجد فيها مستودعات دقيق، والتي غالبا ما تكون في القرى وبعض المناطق في محافظات الوجه القبلي والبحري. ويتم صرف كمية من الدقيق المدعم شهريا للفرد، وذلك للأسر التي ترغب في الحصول على الدقيق بدلا من حصة الخبز المدعم المقررة لهم، حيث تبلغ حصة الفرد المقيد على بطاقة التموين من الخبز المدعم 5 أرغفة يوميا بما يعادل 150 رغيفا شهريا بسعر 20 قرشا للرغيف، وبسعر إجمالي 30 جنيها ل 150 رغيفا، وهو نفس ثمن حصة المواطن من الدقيق المدعم هو 10 كيلو شهريا في حال رغبة الفرد في الحصول على الدقيق بدلا من الخبز. وفيما يخص باقي السلع الأساسية، فتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية أيضا بتوفير السلع الأساسية وطرحها لأصحاب البطاقات بأسعار مخفضة بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن شهريا على البطاقة، بالإضافة إلى طرح كل السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة. وأعلن الدكتور علي المصلحي أنه جاري زيادة معدلات ضخ اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية استعداداً لعيد الأضحى المبارك، حيث تعاقدت الوزارة على كميات كبيرة من رؤوس المواشي الحية لطرح اللحوم الطازجة بالمنافذ وفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بجانب توفير جميع السلع الغذائية ومنتجات الدواجن المجمدة بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى. وفي ذات السياق، تستمر المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 30% من مقررات التموين عن شهر يونيو 2024 في أول يومين، كما يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة 20 إلى 25%. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لختام هذه التغطية، بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة ودمتم بألف خير.